اسماعيل السنه دي مجموعه كبيره جدا من الناشئين اشتغل بيهم كابتن ايهاب جلال، وكانت مغامره غير طبيعيه. تلاقي في الاخر اياد العسقلاني طلع اوروبا، عمر الساعي راح الاهلي، عبد الرحمن مجدي راح بيراميدز. يعني برغم كده كمان اسماعيلي قدر يطلع كمان ويدخل فلوس عشان يحل المشاكل. فقصدي اقول لك دايما الاسماعيلي مليان بنجوم. النهارده معايا اتنين منهم، الناس اللي اشتغلت موسم كان من اصعب المواسم اللي مرت على اسماعيليه كلها هذا الموسم، مع المدير الفني الكابتن ايهاب جلال ربنا يشفيه. معايا مروان حمدي مهاجم الفريق، او دكتور مروان حمدي، مرحب بيك يا مروان. اهلا وسهلا استاذ محمد، انا مبسوط ان انا معاك. محمد عمار واحد برضو من نجوم النادي الاسماعيلي، يمكن الاصابه عطلته شويه، لكن واحد من الناس اللي اشتغلت بشكل جيد مع الكابتن ايهاب. منور عمار. اهلا وسهلا دكتور منور. اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا استاذنا. كله تمام؟ مبسوط ان انا مع حضرتك. انا يشرفني ان شاء الله. مروان، موسم من اصعب المواسم اللي مرت على اسماعيليه، صعب جدا. اكيد اكيد احنا في مشاكل بنواجهها بقالنا فتره، السنه دي كانت مضاعفه كمان، بس يعني في مجهود مبذول من كل حد في النادي ومن كل انت ناشئين اسماعيلي. كنت ناشئين اسماعيلي، يعني انا كنت ناشئين اسماعيلي، اتنقلت بعد كده قناه ورجعت تاني من القناه الاسماعيلي، اشتغلت بقى سنتين ونص. الدرجه الاولى. يعني انت رجعت درجه اولى بقى على الاسماعيلي، لكن انت اساسا ناشئين اسماعيلي. لكن انا ناشئين اسماعيلي يعني. وعمار ناشئين اسماعيلي. ناشئين اسماعيلي. ولغايه دلوقتي لغاية يعني ما خرجتش زي مروان ورجعت. انا في النادي من وانا عندي 9 سنين، وكنت موجود مع الفريق الاول في 2018 مع كابتن اشرف خضر لحد ما عبد الصبر جه، ومكمل بقى معاهم من ساعه ما اسمع النوية. اكيد 100 100. اخبار المانجا ايه؟ كله تمام، سامع دلوقتي. جميل. مروان، عايز اسالك، اسماعيلي السنه دي كنتوا خلاص هتوصلوا في فاينل كاس، وبطوله كانت، انت متخيل البطوله دي لو كانت جت اسماعيليه الدنيا كانت هتبقى عامله ازاي في اسماعيليه بعد الموسم الصعب جدا ده؟ ايه اللي حصل في اوضه اللبس بعد ماتش زد، والماتش كان عندكم في اسماعيليه؟ هي دي حاجات ممكن يكون عمار فاكرها، يعني احنا قعدنا الموسم كله في ضغط كبير. فاكرها؟ ليه انت مش يعني اكيد يعني في كلنا فاكرينها، بس يعني الموسم كله كان في ضغط كبير. الموسم انتهى فبطوله الكاس كانت بتلعب من غير ضغوط. في ناس يعني اخذت راحه كبيره، كابتن ايهاب اخذ راحه كبيره، الجهاز كله اللعيبه ارتاحت، ففي ناس بقت فعلا مساحه للابداع، فكل واحد طلع اقصى ما عنده زي ما كان بيحصل في الدوري، بس سنه الضغوط دي بتضغط اللعيب فعلا يعني. حصل وكسبنا ماتش سموحه، بعد كده طلع الجيش، ماتش زد كان ماتش صعب وفرقه كبيره يعني. اللي حصل في اوضه اللبس بعدها انك فعلا احنا كنا معظمنا لعيبه صغيره، انت كان ممكن تجيب بطوله للنادي، احنا كنا بنمشي في الشوارع في اسماعيليه بتحلم، الناس كانت بتحلم حاجه زي كده، واحد زي بحلم ببطوله اكيد وانا لسه سني 22 سنه حاجه زي كده. فكان وقعها واثر علينا ان احنا لما خسرنا ماتش زي كده وكان بهدف مثلا حاجه زي كده، وبعدين طول الماتش احنا يعتبر متسيدين الماتش، زد ما كانش حاجه خطيره غير اخر خطفته في واحده مرتده. بس فكان لا كان وقعه كبير علينا وصعب يعني، لان كان نفسنا في نحلم في بطوله، بس الحمد لله وصلنا. الصليب اخرك كتير يا عمار؟ هو اخرني شويه عن الملعب، بس على قد ما اخرنا على قد ما رجعنا، ان هو ان انا رجعت اقوى من الاول، يعني رجعت اقوى واحسن وكنت واقف على رجلي الحمد لله، ده فضل من ربنا يعني. وانا طبعا وانا معاك بحب اشكر الكابتن علاء رجب طبعا، يعني وقف جنبي جامد جدا في الصليبي، اخصائي تاهيل، هو موجود دلوقتي في نادي الزمالك، وقف جنبي جامد جدا في موضوع الاصابه ده. والكابتن احمد سامح طبعا المعد البدني بتاع فريقنا وقف جنبي برده، ما سابنيش اي لحظه لحد ما رجعت وقفت على رجلي الحمد لله. الواحد قدم يعني موسم شبه موسم كويس بالنسبه له، يعني فنشت الحمد لله، يعني مفنش كويس والحمد لله. الواحد كان نفسه ان هو بطوله كاس مصر دي يجيبها للنادي الاسماعيلي، بس قدر الله ما شاء فعل يعني. ان شاء الله السنه الجايه نعمل حاجه كويسه للنادي الاسماعيلي والاسماعيليه كلها. مستغرب قوي ان انت بتجيب اجوال يعني. حلوه لعيب يعني، هو عشان قعد معانا اخر فتره، عشان قاعد جنب. هو الساعي. الساعي نقلته للاهلي دي شايفينها ازاي؟ انت شايف ايه يا عمار، وانت شايف ايه يا مروان؟ لا الساعي لعيب كبير في الملعب يعني. كبير. يعني هو صغير سنه. صغير زيكم 22. لكن لا ده اصغر كمان. 21. عمر الساعي 21. عمر 21. اصغر، لكن في الملعب لعيب كبير، لعيب تقدر تعتمد عليه. بتدور على، احنا بندور عليه في الملعب عشان نديله الكوره بجد، عشان هو يتصرف في الملعب. يعني ما شاء الله بجد، وهو هيبقى اضافه قويه طبعا للنادي الاهلي، وانا شايف انه هيكسر الدنيا في النادي الاهلي ان شاء الله. والله العظيم طبعا، يعني للدرجه دي عمر الساعي كان مؤثر معاكم جدا في نادي الاسماعيلي في وسط الملعب؟ انا عمر شهادتي مجروحه، لان انا وعمر دايما يعني احنا مع بعض على طول في النادي،
وفي كل حاجه حتى بره النادي. عمر فعلا زي ما عمار قال لعيب كبير، في شخصيه في الملعب، في لاعب فعلا تعرف تعتمد عليه، مسؤول. دي حاجه يعني كمان المسؤوليه دي تجيش بس من الملعب، يعني تيجي بره الملعب، مسؤول بره الملعب، فدي حاجه بتنعكس عليه جوه الملعب جامد جدا. الكلام ده كله خلال تجارب اكيد مر بيها، ومرينا بحاجات كتير قوي اكيد مع بعض خلقت ده فينا. اصعب المواقف اللي مريتوا بيها السنه دي اللي كانت فعلا حسيت ان الدنيا ضلمه؟ احنا كسبنا ماتشات، اخرها كان ماتش فيوتشر كسبناه، وكنا في بدايه الدور الثاني وجمعنا يعني عدد نقاط كويس قوي. جينا في على مودرن سبورت. مودرن سبورت جينا على سبع ماتشات بعدها، احنا كنا خلاص كنا مثلا دخلنا في اللي بعدها، دخلنا في دوامه اللي بيقولوا عليها هبوط والكلام ده، بس احنا كنا محتاجين من الماتشات اللي فضلت دي كلها سبع ثمان ماتشات ماتش نكسبه ولا حاجه. سبع ثمان علمنا سوء توفيق بقى كبير، وفي اول الموسم برده كان في سوء توفيق كبير، ماتشات كبيره. سوء توفيق ولا انتوا عشان صغيرين لسه ما خدتوش الخبرات والتقل؟ وكمان انتوا كلكم شباب صغير، انت بتخيل التجربه عامله ازاي؟ انا فاهم. احنا يعني كنا يعني احنا في ماتش الكاس الاخير ده او في ماتشات الكاس يعتبر هو كابتن عماد حمدي تقريبا اكبر واحد في الملعب. هو الوحيد اللي كان كبير في الملعب، والباقي كله ناس صغيره يعني صغيرين كسنا، لكن في الملعب والكلام ده لعبه كلها كبار يعني. لا انا بتكلم سنا. انا بتكلم سنا صغيرين في الملعب. بقول لك لا عايز كابتن ايهاب كان مضغوط قوي الفتره الاخيره، هل كان في ضغوطات وصلته للمرحله دي؟ احنا كنا نفسنا نطلع من اللي احنا فيه عشان خاطره اصلا، عشان خاطره هو. هو كان بيتحمل حاجات كتير قوي هو والجهاز عامه، بس كابتن ايهاب فعلا زي ما بيقولوا تحمل حاجات كتير قوي. زي ما بيقولوا كان يعني شغال بياكل في نفسه من جوه. كابتن ايهاب يعني لما كنا بنخسر والكلام ده ما كانش بيعرف ينام اصلا. كان بيعمل فيكم ايه في اوضه اللبس؟ كابتن ايهاب من النوع اللي في اوضه اللبس عصبي وممكن لا يزعق ولا هو بالهدوء بتاعه ده اللي احنا بنشوفه على الشاشه؟ هو زي ما انت بتشوفه كده، هو موجود معانا في اوضه اللبس كده ما بيتعصبش. بيشدكم ازاي؟ لا هو بيشدنا بطريقه تحفيزيه، ان احنا هو بيقدر يحفزنا في اوضه اللبس. عارف بيعملنا زي ولاده فعلا بجد. لا بجد اب بيعامل ولاده وبيعرف يطلع منهم احسن ما عنده، حتى لو واحد نزل مستواه 60-50% بيعرف يفوقه. مدرب زي كبير زي ما عمار بيقول. يعني زي ما انا عمار بعتبره طول عمري بيقول عليه مدرب كبير. لا يعني طبعًا. كابتن ايهاب طول عمري بيقول عليه مدرب هو كبير. يعني بيعاملنا كابنائه قبل ما احنا بنتعامل كلاعيبه. هو بيعاملنا ما تعصبش في اوضه اللبس. لا. ما بتخشش متنشن زق الباب برجله يزعق. ممكن كابتن حمد شويه. لا كابتن حمد هو بيسيب الحاجات دي للكابتن. بيسيب الحاجات دي للكابتن حمد، وبعد كده هو يهدي الدنيا بقى. يعني هو هيكون هادي ويعرف يكلمنا، يعرف يطلع منك احسن حاجه. بس هو كان فعلا مضغوط الفتره الاخيره. هو كان مضغوط بسبب سوء نتائج، احنا كنا مقصرين شويه. اتقفلت مره واحده، كنتوا محتاجين ماتش. كنتوا محتاجين ماتش. هو عشان هو راهن علينا فعلا. احنا بنحمد ربنا احنا ما خذلناهوش، لان هو يعني تعب معانا جامد. مش على مروان او عمار، على الفرقه كلها. حتى كبار الفرقه يعني، حتى كبار الفرقه كان بيحافظ على كبار الفرقه ترجع لمستواها، وعمل كده فعلا. يعني كابتن عماد حمدي مفنش بطريقه كويسه جدا، عمار يعتبر من كبار الفرقه برده، انا بقول له كابتني برده، لا فنش بطريقه كويسه جدا. فتعب معانا، فاحنا ما كناش عايزين نغزله. فكنا احنا يعني بيتضغط عشان احنا مضغوطين، عشان خاطر كان نفسه فعلا نلعب واحنا مرتاحين. تخلصوا بدري وتقعدوا بدري والدنيا تهدى بدري عشان هو يرتاح. زي ما مروان قال بعد ماتش مودرن سبورت، يعني في ماتشات كتير كنا لازم نكسبها. كان بيحصل على جد يعني سوء توفيق مش طبيعي. مش طبيعي في الملعب. يعني نكون كسبانين ونتعادل في اخر دقيقه، نكون مثلا الكره مش عايزه تدخل، في حاجات كانت غريبه في الملعب. فهو كان مضغوط قوي 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 الفتره دي. يعني هو هدي شويه في الكاس، عشان الكاس غير الدوري. الدنيا هديت، واهم حاجه يقعد في الدوري. ولما الدنيا هديت والكلام ده لعبنا في الكاس، كنا مرتاحين واحنا بنلعب في الكاس. عشان كده كان شكلنا الدنيا مشيت وصلت سيمي فاينل. كنا يعني كان شكلنا كويس، وكنا ممكن نوصل كمان فاينل. يعني احنا كنا طبعاً ان احنا نوصل فاينل. فهي دي انتوا شايفين هي دي اللي تعبتها. طبعا انا عايز اقول لك مليون سلامه يا كابتن ايهاب. ان شاء الله هترجع احسن من الاول، وباذن الله ازمه وهتعدي، وهترجع لاولادك الصغيرين دول اللي هتكمل معاهم المشوار، بجانب الخبرات اللي هتتضم. والسنه الجايه هنشوف الاسماعيلي تحت قيادتك باذن الله افضل واحسن، وترجع كره الدراويش مره ثانيه مع الكابتن ايهاب جلال. مليون سلام عليك.
ارجع اكمل مع مروان واكمل مع عمار، اتنين من نجوم النادي الاسماعيلي السنه دي، الشباب اللي اشتغلت بشكل كويس جدا. هتقول لي ما ببالغش، لا مش ببالغ، بس اللعيبه دي اجتهدت وتعبت في موقف صعب جدا بيمر بيه الاسماعيلي. لكن انا هسالك بس سؤال، انت ازاي دكتور وازاي بتلعب مهاجم في الاسماعيلي اساسي؟ ظبطت الحته دي ازاي؟ سامحني يعني، عايز اعرف ظبطتها ازاي؟ هو دي بتاعت ربنا اكيد، ربنا بيساعدني في حاجه، في حاجه بتتسخر لي في حياتي من ناس بتساعدني، مساعده ابويا وامي في البيت، اخواتي، الكلام ده كله، او ان انا افضل مكمل باصراره، الكلام ده كله هو في معسكرات مكمل. وفي ازاي وفي بكره عملي وفي بكره نظري فعلا. على فكره انا 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 كنت طب بشري، انا جايب 98.5 في ثالثه ثانوي، كنت طب بشري فعلا، كان بيبقى وانا في اسماعيليه وكنت في التمرين عندي وحدات طبيه الصبح وعندي سكاشن لحد 4 5 6، الموضوع كان تقيل عليا، فعشان كده حولت، بس برضه حولت طب علاج طبيعي، يعني اللي هو فيزيكال ثيرابي، طب علاج طبيعي، الموضوع اهون شويه بس الحمد لله. ولا فلوس في دكاتره؟ لا لا فلوس اكتر وفي المجال وفي المجال بس، فيعني الوقت بدا يتظبط شويه، الدكاتره بدات تساعدني اكتر فعلا. الحمد لله في النادي كابتن هاب كان ساعات ممكن اسكيب تمرين، والدكاتره مستوعبينك، دي حاجه كويسه. الحمد لله في نادي الاسماعيلي، ما هو ده اللي بقول لحضرتك، ممكن ربنا يوفق لك حد فعلا ابن حلال يهون عليك الدنيا. صحيح. انا الحمد لله دلوقتي داخل على رابعه، فالموضوع بدا يغون شويه. باقي كام سنه؟ باقي ثلاثه. ثلاثه ثلاثه ان شاء الله. هانت. بس ان شاء الله خير يعني. فده اهم حاجه، واهم من ده كله فعلا انا ممكن اكون منظم في حاجات، لكن بقيت تنظيم وقتي والكلام ده كله ابويا وامي واخواتي، حتى عندي ثلاثه بنات، اخواتي البنات بينظموا لي كل حاجه، اذا كان ده طباعه ورق مذاكره، والدتي في وقت نوم، والدي في حاجات ممكن يجي يجيبني يوديني، ده وانا في سني ده عادي، لان هي فعلا الموضوع صعب. أيوة، فلازم مساعده من كل. كابتن ايهاب كان بيساعدك في ده برضو؟ كان بيقف جنبك؟ كابتن يعني كابتن انا عندي امتحان بكره، معلش مش عارف ايه، ممكن ما يخليكش تيجي تمرينه مثلا علشان تروح الامتحان؟ ده حصل. كابتن ايهاب في عدد ماتشات، ماتش القناه اللي في الكاس ده اللي احنا كسبناه 2-1، عملت فيه اسيست وجبت جول، كان عندي امتحان الصبح وقلت له ببلغه انا في 3 4 ماتشات، رحت امتحانات ورجعت القناه، كان عندي امتحان الصبح، طلع معايا يعني قلت له طلع معايا سواق، رحت امتحنت ورجعت نمت، كنت عملت سكيب للفطار، قال لي بلاش فطار تعالى على الغدا، كده كان الفطار ممكن ساعات بيبقى اختياري، جيت على الغدا اتغديت فعلا ونمت ساعتين شويه، لعبت والحمد لله ربنا كرمنا في الماتش ده، يعني عملت اسيست وجبت جول، حتى رجعت له قلت له يعني ده بفضل ربنا وانت وحاجات كده، تحس انه اب. ده بيحصل فعلا. هو ده الجول اللي انت جبته في القناه ده. يعني اقصد اقول ان انت تحس ان ايهاب جلال من كلامكم عليه ده اب، مش ده فعليا صح. عم ده الفرار بجنسة. لا بس ما شاء الله عليك. عمار نفس القصة وهدف التعادل مع طلائع الجيش في وقت كان صعب جدا. طبعا. كنتوا خسرانين؟ كنا خسرانين. خسرانين وانت سجلت الهدف التعادل في الوقت الضايع. في الوقت الضايع. زي ما بقى بتمشي معاك مرة بتقفل معاك مرة. ما تفتكرش الوحشة وتسيب الحلوة. لا يا فعلا الماتش ده احنا ضيعنا كور كتير قوي، يعني هو تقريبا طلائع الجيش راح علينا كورتين او ثلاثة. احنا يعني كان تقريبا الماتش كله وان سايد جيم لينا. بعد الشوط الثاني كل حاجه والكره مش راضيه تدخل، حتى انا فاكر موقف مع عماد حمدي في الكره بتاعه الساعه اللي جت في العارضه دي، بقول له اعمده بعدين الكره مش راضيه تدخل. مش راضيه تدخل الكره، في الكره اللي هي الفاول دي الكابتن حمد نادى عليا قال لي اطلع، حتى مروان كان المفروض ان هو يلعب الكره دي اصلا. هي دي. الكابتن حمد ناداله قال له مروان خش العب بدماغك. يعني خش العب بدماغك، حتى مروان كان فاكر ان هو الكابتن بيناديله خش جوه عشان ما يلعبش الفاول، هو قال له خش العب جوه عشان هو بيلعب بدماغه، هو اللي عملها واتلبست ورجعت له. ده مروان؟ لا مش مروان، حاتم اللي لعبها ومروان اللي عملها بدماغه. مروان هو اللي عملها بدماغه في الاول. هي كانت عايزه ان هي سليمه بس. شوف بقى تخيل انت الجول ده جاي لك في الوقت الضايع. في الوقت الضايع دي. الصوره اللي لو سمحت انا عايز اشوف صوره الجمهور دي تاني. الناس دي ما بتحملكوش مسؤوليه، الناس دي ليها حق عليكم طبعا، الناس دي بتحب وفي يعني بتحب الكوره، تحب النادي الاسماعيلي، نفسها تفرح. انتوا ساعات ما تزعلش مني، ساعات بتنكدوا عليهم كتير. حصل بجد ده حقيقي. يعني الناس دي بتتنقل وراك، بتسافر معاك، تروح برج العرب، تسيب برج العرب تروح مش عارف فين، تروح. طب ما الناس دي ليها حق عليكم برضه طبعا. وفي جماهير كانت اكتر من كده بكتير اصلا، بس طبعا. بعد ماتش الزمالك اللي حصل يعني الناس اللي موجوده اتحبست دي، ربنا يفك سجنهم يعني ويطلعهم بالسلامه. يعني ماتش الزمالك كان عندنا في اسماعيليه كان حاجه، يعني الماتش كان جامد قوي. جماهير الزمالك وجماهير الاسماعيلي كان الماتش كبير، كنت بتلعب انت يعني الاستاد كله مليان، بتلعب انت مستمتع في الملعب. طبعا.
فبعد الموضوع اللي حصل اللي هم اتحبسوا كشت يعني الناس اتحبست فكان في اضراب شويه ان مفيش ايه جماهير الناس زعلت على الناس اللي اتحبست فمش عايزينهم يطلعوا فمش راضيين يجوا بس الناس اللي بتروح الناس اللي بتيجي لا جماهير الاسماعيليه كلها الاسماعيليه كلها بتنافس كوره مفيش حد في الاسماعيليه ما فيش كوره دي حقيقه والله الناس كلها بتفهم كوره اصغر واحد في الشارع والكلام ده بيكون عارف كل حاجه بيحبوا الكوره جدا كل... وبيحبوا في عندهم انتماء لفرقتهم مش طبيعي صح طبعا احنا بنبقى قاصدين ان احنا نساعدهم اكيد وفعلا بنبقى بنعمل كل حاجه عندنا في... وهو هم وصل لهم الكلام ده بس ساعات بيبقى مش بايديكم بالظبط هم في بيقدروا مش ساعات بيقدروا كده فعلا زي ماتش الكاس بس الامر غلاب انت فاهم زي ماتش الكاس يعني بعد ماتش الكاس انا فوجئت انهم بيسقفوا لكم بعد الماتش وانتوا رحت لهم انا بصراحه اول مره اشوفها من جمهور الاسماعيلي يعني اول مره يعني حسيت ان الناس دي حست بيكم ان انتوا ما قصرتوش خلاص دي كوره بقى خسرتوا خلاص يعني دي مش احنا ما قصرناش وهم ما قصروش معانا في كل حاجه يعني من اول ماتش في الدوري هم موجودين معانا لحد الاخر حتى لما كان في انقطاع شويه في المدرج لكن اللعيبه الناس كلها كانت بتيجي تساندنا حتى لو ناس قليله بس الناس كلها كانت بتيجي تساندنا مفيش حد كان بيتكلم عنا كلمه وحشه ولما كان بيتكلم علينا ما حصلش هدف ضدكم في ماتش من الماتشات بيحصل طبيعي بيحصل بس احنا لما بنلعبوهم لما بنكون مقصرين ده طبيعي ده رد فعل طبيعي ممكن يكون بحافز التفويلي يعني انتم يعني معترفين ان انتم بتبقوا مقصرين في الملعب ساعات بنكون مقصرين في الملعب فطبيعي ان هو يهتف ضدنا لازم انت تحول ده بقى ليك انت لدفعه ايجابيه عشان تقدر بدل بعد اللي عملوه تعمل حاجه ايجابيه تخليهم يرجعوا الهتاف ايجابيه دايما الاسماعيلي مشهور جدا طول عمره بقطاع الناشئين بتاعه اكيد ولحد دلوقتي ازاي الاول؟ ازاي؟ هو الساعه اخر اياد اول موسم والساعي وعندك ناس ثانيه موجوده معانا خطاري وابراهيم عبد العال وحسن في عدد لعيبه كتير يعني في عدد لعيبه كبير اللي لعب ماتشات الكاس من اول ماتش الكاس بتاع سموحه عمر القط 2005 في لعيبه كتير موجوده معانا بتتمرن معانا والكابتن ايهاب كان مراهن عليها ولو كان احنا كنا قعدنا في الدوري بدري شويه كان هيدوهم فرصه وكان هيلعبوا هل الساعي وصل لمرحله ان هو خلاص يعني لازم يعني هو طموحاته او هو عايز يروح النادي الاهلي او جاي له عرض من النادي الاهلي فزي ما بيتقال العرض ما بيجيش كتير للنادي الاهلي يعني فهو قبل كده كان قال انا مش هلعب غير الاسماعيلي بعد كده تضحك على ايه؟ لسه ما كملتش السؤال انت مسخسخ في الضحك ولسه ما كملتش السؤال انت شايف ايه؟ انت شايف دي كان اتسرع لما قال كده؟ هو مش ممكن يكون التصريح مش محسوب او مش متسرع هو الكلام بيبقى عفوي كلام عفوي. مش مترتب وبعدين لسه وعايز يرضي الجمهور بالظبط فهو ده خير ايا كان زي ما اللعب خير او اللعب ده رزق والاصابات دي اذا كانت خير او رزق ده خير محدش عارف فين الخير ليه فين يعني او في اي مكان فباذن الله بقى قراره اللي اخده ده هو الصح والخير ليه وانا بتمنى له التوفيق في كل حاجه وعارف باذن الله انه هيعمل اقصى ما عنده عشان يثبت اي حاجه لاي حد انه قد الدنيا الساعة ممكن يلعب اساسي في الاهلي لو لما تجيله فرصه هيمسك فيها لو جات له مش هيسيبها مش هيسيبها لو لعب مش هيطلع من الموقف انتوا واثقين فيه بطريقه غريبه جدا انا واثق فيه انا بكلم عمار وبكلم مروان الاثنين محسسني انه يعني لا السعي لازم قلت لك والله لعب كبير يعني هو الناس هتحس بقيمته لما يبدا يلعب بقى مرتاح احسن مكان ليه فين مركز قلب الملعب 8 ده احسن مركز ليه 8 او 10 و10 كمان تحت الفرن كده يخش في قفشه بقى ونعمل مشاكل راحته بقى هو شطرته بقى روان وشطرته بقى ويروح قصدي الامام وهتبقى بقى ربنا يوفقه اكيد هو لعيب هايل ولعيب محترم جدا واخلاقياته يكفي ان هو تحمل ان هو لما تم استبعاده من المنتخب الاولمبي استوعب دي مع انه كان بصراحه اتظلم صح وكان يستحق ان يبقى موجود في الاولمبياد لكن استوعبها وكمل مع الاسماعيلي بشكل رائع بصراحه ما دي شخصية لعيب طبعا ممكن حركة زي دي توقعه يقعد فيها فترة احنا شفنا كلام في القصة ده الأوضة بتتقفل علينا كان بيقول كان بيعيط؟ مش لدرجة بس كنت عايز لمصر يعني وحاجة وأنت فاهم أيوه بلده بس البلد كده وبعدين أكيد يزعل على نفسه في حاجة بس الأوضة بتتقفل وكنا خلاص والكلام ده كله لمينا الدنيا بس بيتقفل الموضوع على طول استوعبتوه انتوا اكيد يعني انتوا استوعبتوا اللي جواه خرجتوه بس جواه كنتوا والكابتن ايهاب نفس القصه برضه اتكلم معاه طبعا قال له انت استبعدت من المنتخب مش معنى كده انت وحش انت لازم تدوس على نفسك عشان تبين لهم ان انت كنت المفروض انت تروح ده كان رد فعل الكابتن ايهاب طبعا
وهو بقول لك انا حسيت ان هو عدها بسرعه. اه طبعا هو فرق معانا في الماتشات وعدها بسرعه عشان كسر كام فازه في الاوضه بس. يعني في كام فازه طاروا كده. كام فازه طاروا كده كسروا؟ اه كسروا. ومين اللي دفع تمام؟ كان في وش هيروح. طيب هكمل مع مروان وهكمل مع عمار الشباب الصاعد الواعد اللي اتحمل مسؤوليه كبيره جدا في النادي الاسماعيلي هذا الموسم. بعد الفاصل عندي كلام مهم جدا على النادي الاسماعيلي والاسماعيلي الموسم القادم مع مروان وعمار. برحب بحضراتكم بعد الفاصل واكمل مع مروان وعمار نجوم النادي الاسماعيلي. كمل اسالك بس في الاول سؤال يا عمار، هو في لما جالك الصليبي المجلس السابق تخلى عنك؟ محدش سال فيك؟ مش تخلى عني بس ما وقفش جنبي. لا يعني ايه ما تخلاش عني بس ما وقفش جنبي؟ يعني مش فاهم. ما فيش حد كان بيسال عليا فيهم. عملوا لك العمليه؟ لعيبه من النادي اللي عملت العمليه وبعد كده اخد الفلوس. لا لا لعيبه من النادي من جوه الفرقه؟ من جوه الفرقه وبعد كده اخد الفلوس من المجلس. المجلس السابق ولا الحالي بقى؟ لا الحالي لا ما يعني كانش موجود. السابق خدوا الفلوس من مين؟ من المجلس السابق. المجلس السابق هم خدوه بعدها فتره وراحوا عملوا لك العمليه وبعد كده ادوهم الفلوس. بقى ده كلام؟ طب ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لي، اصل انا مش قادر استوعب. يوم قبل العمليه انت جالك الصليبي في ماتش ايه؟ جال الصليبي في ماتش بيراميدز ده اللي تخسرته 2 اللي احنا خسرناه، لا 1-0 في الدفاع الجوي، والكابتن ايهاب اللي كان ماسك بيراميدز ساعتها. 1-0 اوكي. قبل العمليه قبل العمليه باسبوع كنت قعدت اسبوع ما عملتش حاجه. كنت ما في البيت لحد مع الدكتور احمد، بتابع مع الدكتور احمد رزق لحد ما الدنيا هديت يعني وركبتي هديت والكلام ده، واتفقنا على ميعاد العمليه عشان الورم ينزل وبتاع عشان يبقى ينفع التدخل. اتفقنا على ميعاد العمليه. كنت موجود في النادي مع باهر محمدي، مع كابتن باهر ويحيى الكومي باشمهندس يحيى، كنا واقفين معاه اتكلمنا معاه واتفقنا على ميعاد العمليه يوم الاحد مثلا، و المفروض ان الشيك يتصرف لي يومها واطلع الصبح اروح المستشفى. انا كنت حاسس ان الفلوس مش هتطلع، كنت مجهز فلوس من طريقه الكلام. كنت مجهز فلوس من معايا ان حتى لو الفلوس ما طلعتش وكده انا رايح اعمل العمليه. رايح اعمل العمليه انا على حسابي وبعد كده نبقى نشوف بقى، عشان انا مش حمل ان انا اتاخر كمان. فروحت النادي بقول لهم النهارده بعد العمليه فالمفروض ان انا رايح عشان اخد الشيك والكلام ده وكده، قال لك ما الشيك ما طلعش، احنا بنتصرف في فلوس للفرقه عشان الفرقه كان عندها ماتش ساعتها في المحله، بنصرف فلوس للفرقه عشان تسافر المحله تلعب ماتش. ف في كباتن من كباتن الفرقه والكلام ده. مين؟ كابتن عمر الوحش، كابتن بير محمدي. قال لك تعالى هتعمل العمليه. بعتوا الدكتور اللي كان مسافر معايا، بعتوا البيت عنده والكلام ده، اخذ الفلوس وطلعنا على القاهره، رحنا عملنا العمليه. عملتها فين؟ عم دكتور احمد رزق في مستشفى. دكتور احمد رزق اللي عملها لك. دكتور احمد رزق اللي عملها لي. وبعد كده بقى هو كابتن عمر وكابتن باير قالوا لي خد الفلوس وروح اعمل العمليه واحنا نتصرف احنا مع النادي. وبعد كده اخدوها هم بقى من النادي، اتعاملوا معاهم واخدوها هم. موقف رجوله بجد. طبعا. وده يبين لك برضو ان انتوا قوه بعض. بالظبط. باير محمدي وعمر وحش من ارجل الناس اللي موجوده اصلا، كانت موجوده في الفرقه ومن ارجل الناس اللي الواحد اتعامل معاهم في اسماعيليه يعني. باهر المحمدي. باهر محمد طبعا. كابتن باهر وكابتن عمر وحش. عمر وحش في الاتحاد صح؟ في الاتحاد. عمر في الاتحاد طبعا. عمر اتظلم في الاسماعيلي بصراحه، لعيب كبير صح؟ طبعا اتظلم طبعا اتظلم. لعيب كويس قوي بس اتظلم بطريقه غريبه جدا، وما حسيتش ان في حد عايز يقف جنبه، يعني حسيت ان اتفرط فيه ما اعرفش ليه. هو مش موضوع اتفرط فيه بس موضوع ان هو يعني موضوع التجديد والكلام ده بتاعه ما كانش ماشي، يعني ما مشيش في طريقه كويسه تريحه. كان كابتن ايهاب موجود، كان اول السنه مع كابتن ايهاب. بس كابتن ايهاب ما تمسكش بيه، فواضح ان هو ما كانش فاهم. برضه كان الوضع كان فاض بيه وحاجه زي كده، فكان عايز ان هو ياخد يعني مونه في حاجه ثانيه، يعني ياخد مرحله جديده في حياته، عشان يعني كده راح للاتحاد. موفق، لكن عمر من الناس المحترمه جدا والشخصيات المهذبه جدا. طيب انا عايز اروح لمروان. مروان حصل موقف السنه دي في تربوي من كابتن ايهاب جلال، استبعد مجموعه من اللعيبه
استبعد باسم مرسي واستبعد كريم عرفات ومحمد حسن وفي لعيبه كتير يعني. هل القرار ده انتوا كلعيبه استقبلتوه ازاي؟ تعاملتوا معاه ازاي؟ ولا كانكم تعرفوا حاجه مالكوش دعوه؟ هو ده امر من الجهاز الفني، احنا ما لناش تدخل فيه اكيد يعني خالص. بس ده كان مع يعني دول اخواتنا، يعني دول اخوات الكبار حاجه زي كده، اكيد كان بيبقى في تواصل معاهم. لكن حاجه زي كده ما المفروض انت بتعديها عشان في شغل ومطالب بيه، لان ما ياثرش عليك، عشان برضو ايه انت مطالب او مسؤول للفرقه كامله. انت لو اشتغلت في حاجه بتفكر في حاجه هتاثر عليك، فانت واحد اثنين صاد ثلاثه هتعمل هتاثر على المجموعه كلها. بس فاحنا كنا يعني مهتمين ببعض وبنسال على بعض وبنشوف بعض والدنيا دي كلها، بس حاجه ما كانش لنا دخل فيها، حاجه كان كابتن ايهاب هو شايفها بتاعت الجهاز الفني، فما ينفعش حد يدخل فيها. الجهاز الفني كان قرار بحت، ما ينفعش حد يدخل فيها وما ينفعش حد ان هو يتكلم فيها اصلا يعني. دي حاجه امر من الجهاز الفني، فخلاص هو شايف ان وضع الفرقه هيبقى كده كويس وان خلاص. الفرقه تبقى كده ملمومه، بتنفذوا قرار المدير الفني بس بعيد عن بقى ان انتوا دول اصحابكم وبتاع. مش ما فيش عاطفه يعني، ما امر زي كده ما فيش عاطفه. كان عندك مشكله في القيد في بدايه الموسم اللي فات وكنتش هتتأيد؟ انا؟ لا خالص. كان عندك مشكله ان انت في انتقالك من القناه للاسماعيلي؟ لا مروان اصلا بقاله سنتين موجود. بقالي سنتين ونص. انت رايح الاسماعيلي بقالك سنتين ونص؟ يعني ثاني سنه ليا، يعتبر ثاني سنه فعليا ليا. انت قصدك حضرتك السنه اللي فاتت ولا السنه دي قبل لما يا مروان جالنا في يناير الموسم اللي قبل اللي فات، مش الموسم اللي فات. مين اللي جابك؟ الباشمهندس يحيى. اول ما مسك الباشمهندس يحيى، الباشمهندس يحيى كله اول ما مسك هو اللي عمل لك عقدك. هو اللي عمل عقد وقبضت عقدك؟ قبضت كامل؟ مش كامل، محدش ما خدتوش كامل اكيد. انا بسالك ما قبضتوش كامل؟ لا ما قبضتوش كامل. طب مع المجلس الحالي قبضت كامل؟ حتى لان الامور كويسه يعني، السنه دي في اختلاف كبير يعني عن اي سنه فاتت. ده كله ملاحظه يعني، اللعيبه كلها ملاحظه عايزه كده. نفس الملاحظه طبعا. المجلس السنه دي ما قصرش مع اي حد في اللعيبه، مع اللعيبه خالص وكله كان واقف جنبنا. ليه دايما كان في لعيبه سابقين دايما بيظهروا ان النادي الاسماعيلي وفي مشاكل والمجلس مفكك ومجلس ما عملش حاجه ومجلس بس انا قاعد مع لعيبه اهي. ممكن مع المجالس السابقه مش مع المجلس الموجود ده. لا 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 انا بتكلم على المجلس الحالي، بالرغم ان انا عارف الحقيقه يعني. المهندس نصر ابو الحسن انا عارفه كويس جدا، عارف الراجل بيشتغل ازاي مع المجلس اللي معاه، وكابتن محسن عبد المسيح، الناس دي كلها انا اعرفها كويس جدا وعارف الناس دي بتشتغل. بس كانت في لعيبه سابقين كتير بيطلعوا. لا ما فيش حد. المجلس حاليا ما فيش حد اثر معانا في اي حاجه، كل اللي احنا بنحتاجه والكلام ده كان متوفر لينا. في فرق كبير في فرق واضح بين السنه دي والسنه اللي فاتت طبعا، وكابتن ايهاب وكابتن علب وجريشه وكابتن عماد سليمان. يعتبر اصلا احنا واخدين اصلا نسب كتيره يعني، واخدين يعتبر نسب كبيره من عقدنا فعلا. يعني حاجه بسيطه ممكن تاخدوها على بدايه الموسم. مش كلها طبعا، مش كلها بعد الموسم ده، بس يعني احسن من السنين اللي فاتت. احسن من السنين بنوصل لحاجات ارقام ما بنوصلهاش، ارقام ما ينفعش تتقال. يعني بعد نهايه الموسم بتبقى مفنش في حاجات غريبه يعني. والاسماعيلي فيه دلوقتي، الاسماعيلي فعلا فيه بسبب توالي الكلمه اللي بتتقال فعلا، مش كلمه مره. المشاكل السابقه بتتقال من المجلس السابق، توالي الادارات وتوالي كل الكلام. هو ده فعلا المشكله. انت المجلس اللي فات ده ملايين الملايين على النادي الاسماعيلي، انت كل ما بتخلص قضيه بتخش في اتنين. احنا لو مفيش القضايا دي فعلا كنا كان في وضع مرتاح بدرجه كبيره. النادي كان زمانه في حته. كنا جبنا لعيبه. خالد النبريس قلقك لما ظهر في الاسماعيلي؟ لا خالد وطرك. خالد اخويا وفعلا لعيب كبير، بس انا خالد مركزي مش زيه بالظبط. لا بس وطرك ونزل وجاب اجوال وجاب جونين. عامل له جونين. ايوه بس وطرك. لا هو قلقك شويه. طيب بلاش وطرك. هو قلقني شويه عشان جاي والكلام ده كله، فكنت قلقان عليه وهو هناك يعني بصراحه، يعني عشان برضه تعاطف مع اهل غزه وربنا يخرجهم منها على خير. قلقني هو هناك، بس هو لا هو لعيب كبير، هو فرود وانا كنت بتوظف تحته ساعات جنبه ساعات، بس ربنا يكرمه ان شاء الله. سلام كويس. يستحق على فكره يروح المنتخب الفلسطيني يعني بجد. هو موجود مع المنتخب. هو دلوقتي لا هو منتخب اولمبي، لكن هو ما راحش منتخب اول. ما راحش. بس هو لعب كويس. لعب كويس. فرق معانا يعني، ولو كان موجود معانا في اول الموسم او من اول من فتره قريبه كان فرق معانا جدا في ماتشات كتير وخلصنا ماتشات كتير. توقعاتكم كده ان شاء الله، انا عندي امل في ربنا كبير قوي ان كابتن ايهاب رجع وكابتن ايهاب هيعمل معاكم فتره اعداد ان شاء الله. حتى لو ما بداهاش لكن ان شاء الله يكمل معاكم باذن الله. ما نفسكوش تعملوا حاجه حلوه السنه الجايه احسن من اللي عملتوه السنه دي؟ ما عندكوش امل في ده؟ لا اكيد طبعا. عندنا امل، عندنا امل ان احنا نفرح الجماهير وان احنا نحط النادي الاسماعيلي في وضع ان هو يليق بيه مع كابتن ايهاب، يعني نعوضه خير عن التعب اللي هو تعبه ده،
و يستحق ده والله. اه طبعا ده يستحق ده طبعا. ان شاء الله كده نحط النادي الاسماعيلي في مكان ان هو يستحق يعني. عندكم امل في ده؟ اه طبعا. احنا ما عملناش حاجه يعني، مع اللعيبه اللي احسن موجوده ما عملتوش السنه دي فعلا، ما عملناش حاجه. كابتن ايهاب كان جاي اول السنه، وعمار اكيد فاكر حاجه زي كده، انا عايز العب افريقيا، وكان بيقول لنا تفتكروني ما اعرفش ايه، تتكلموا في ايه، انا عامل سبب جلال. اول تمرينه اول ما جه قال لكم انا عايز العب افريقيا؟ اه والله كلام ما حدش عارفه، عايز العب في افريقيا. فعلا في عدد ماتشات معانا احنا تعادلناه او خسرناه، لو كنا اخدنا البوينت بتاعته دي كنا اخدنا حاجه. احنا في ماتشات فرقت معانا، من ده ماتش منهم بتاع الجونه في اخر السنه، ده ماتش الجونه يعني الهدف ده اللي جه فينا التعادل في الدقيقه حاجه و80 87 89 بطريقه يعني ما فيهاش تقصير من حد، بس تلاقي في جون غريبه في كده، بتيجي جون غريبه في حاجات غريبه. هي عايزه تدخل على حاجات غريبه، هي عايزه تدخل. عشان كده انا بقول لك يعني عندكم طموح ان انتوا ان شاء الله السنه الجايه تعملوا حاجه حلوه للجمهور الاسماعيلي. مش هقول لك تاخدوا الدوري، ومش هقول لك تاخدوا الكاس، ومش هقول لك هتلعب، بس احسن هنفنش في مكان كويس في الدوري. يعني ما ينفعش الجمهور الاسماعيلي قاعد لغايه الاسبوع اللي قبل الاخير مش عارف الاسماعيلي قاعد ولا نازل. هو اللي بيأثر علينا ان احنا بنبدا وحش. يعني احنا بنبدا وحش بقالنا سنتين او بقالنا ثلاثه بنبدا وحش في الدوري. فاحنا لو بدانا كويس ان شاء الله، وان شاء الله السنه الجايه هيبدا كويس، لو بدانا كويس والكلام ده هنحط النادي الاسماعيلي في مكانه كويس. بقالك كام سنه في الدرجه الاولى؟ من 2018. و18 يعني بنتكلم في 6 سنين. كل بدايات الاسماعيلي مع المدربين الاجانب زيرو. دي صبر ما كانش دي قصه ثانيه، كانت في 2016 لا 19 تسع لما طلعتوا ثاني دوري ولعبتوا افريقيا بالظبط. لا ده كان مدرب هاي، بس ده مش 2018 2019 2018 2019 مشي بين الدورين هو. ما هو للاسف انه ما كملش معاك. بس ده مدرب رائع. طبعا ده مدرب كبير. اتمرنت معاه في حته ثانيه، ده في حته ثانيه خالص غير كل المدربين الاجانب اللي جم. ما انا بقول لك ده مدرب كبير. طبعا لو كان كمل كان وصل معاكم افريقيا واشتغلت. لو كان كمل والقوام بتاع الفرقه كان موجود زي ما هو يعني. انا كنت كان في بنتمرن سباستيان دي سابر ده، كنت بتفرج للاسف العرض المنتخب اللي جاله ده كان منتخب اوغندا تقريبا. يعني كنت موجود يا مروان؟ لا 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 مش موجود لسه. كنت بتمرن مع لعيبه كبيره بمعنى الكلمه، في كان عواد في حراسه المرمى ومتولي وريتشارد وبوشة وباهر وبهاء مجدي، ومع طبعا حفظ الالقاب الكباتن كلها طبعا، كابتن حسن عبد ربه صادق، كابتن عماد حمدي، كابتن وهبه كابتن وهبه، كابتن محمد ابو جريشه كمان، محمد محسن ابو جريشه انا ما كنتش معاهم، وهاشم وصادق وبامبو وكالدرون وابراهيم حسن. انا في الاوقات دي بقى كنت ابقى في المدرج بتشجع. والله انا حتى وانا بلعب في القناه، انا بلعب في القناه مثلا درجه اولى فعلا، انا عندي 22 سنه بلعب وانا 17 سنه تحت ايد ناس كبيره قوي، كابتن محمد صلاح مدرب الزمالك، كابتن علاء عبد العال، كابتن تامر مصطفى، ناس كابتن محمد حليم، في ناس كتير قوي كنت خلق وانا بلعب. بس انا كان عيش الاسماعيلي، كنت انا وعمر ده كنا بنقعد المدرجات دي. عمر مين؟ عمر الساعي معانا الصوره واحنا في المدرجات. يعني انت وعمر الساعي كنتوا قاعدين بتقعدوا في المدرجات تشجعوا الاسماعيلي؟ قبل ما نلعب السنه دي او السنه اللي فاتت اقسم بالله كنا بنقعد نشجعهم. انا فاكر جون لعبد الرحمن مجدي او كابتن عبد الرحمن مجدي واخويا الكبير طبعا، وفي يعني انا وهو مع بعض بره دايما، ماتش الرجاء ماتش البطوله العربيه، في البطوله واحنا في البطوله العربيه وفي المدرج وانت الساعي دي من سنه ونص او سنتين. والله فانت دلوقتي في الملعب. فلا كانوا فرقه كبيره، ومع كابتن ديساب كان ليه قاعده على الخط كده، خلاص احنا جبنا جون خلاص احنا مبسوطين. كان بينزل يقعد تحت كده. هي دي اللي جنب، هي دي لا مدرب كبير طبعا. من المدربين اللي عملوا، لكن للاسف الاسماعيلي دخل بعد كده في دوامه مدربين اجانب، ايش صربي على ايش مش عارف ايه على ايه، حاجه ما ينفعش اصلا يعني اللي يعدوا من قدام النادي الاسماعيلي يعني ما اعرفش كانت بتيجي. والله وعشان كده البدايات اللي انت قلت عليها كانت وحشه، كانت بالاربعات والثلاثات، منهم اربعه من الاهلي لو تفتكر، وكان في السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، السنه اللي قبلها اربعه في اربعه من الاهلي. لا بس احنا السنه اللي فاتت ماتشات الاهلي اصلا يعني احنا كنا كويسين فيها، نبقى كويسين فيها، بس ما كانش في توفيق فيها برضه يعني. عبد الرحمن مجدي وانتقاله لبيراميدز، هل عبد الرحمن مجدي كان كابتن فعلا جوه الفرقه في اوضه اللبس كابتن وكده؟ عامل الدور صح، يعرف يجيب حقك، يعرف يجيب حقك. هي الكلمه دي اللي تعرف توصف له بالظبط، من الاخر ابن بلد وجدع بالظبط. ممكن يجيب لنا فلوسنا وما ياخدش فلوسه يعني، يتخانق على فلوسنا قبل فلوسه. دي حصلت مش محطوطه. امال ليه لما ينزل الملعب وتلاقيه بيلعب تحس انه بيلعب بمزاج لنفسه، نازل يمتع نفسه؟ ده اللي اقصده يعني، عبد الرحمن نازل يمتع نفسه، مش
مش خالص. هو بيخاف علينا فعلا فعلا فعلا. كابتن بمعنى كلمه كابتن فعلا. بيتخانق بقول لك بيتخانق على الحاجه بتاعتنا قبل الحاجه بتاعته، يعني بيتكلم على فلوس اللعيبه وبيتكلم على كل حاجه للعيبه قبل اكتر واحد ممكن يكون بيتشتم ولا حاجه، ده هو مقتنع بحاجه زي كده. بس ما حد بيشوف هو بيعمل معانا في ايه. احنا فعلا معظمنا لعيبه صغيره، كان من اكتر الناس اللي ممكن تعنف حد، بس تعنف لمصلحتك. على فكره عبد الرحمن مجدي احسن لعيب في مصر. دي وجهه نظر مروان حمدي. وجهه نظر احسن لعيب في مصر. احسن طرف في مصر. احسن لعيب في مصر. احسن يعني مش احسن طرف. بس سن التركيز زياده باذن الله مع بيراميدز يعرف يقدر فعلا موهبته. موهبته بجد، لان هو كان المفروض من سنين فاتت. من سنين فاتت. ان هو لعيب هايل على فكره. من سنين فاتت كان في حته ثانيه، بس ان شاء الله احسن لعيب في مصر. من وجهه نظر عمار، مين كابتن الفرقه بعد كده؟ بعد عبد الرحمن؟ هو كابتن عماد اصلا، كان عماد حمدي كابتن الفرقه اصلا. لا اوكي بقى، بس في الفترة الأخيرة كان عبد الرحمن. فلو هو في استبعد الماتشين الأخرين بتوع الكاس كان. لا هو كابتن، هو عماد حمدي أصلا كابتن فرقة رقم واحد. لكن عبد الرحمن كان بيبقى كابتن فرقة إزاي في الماتش دي؟ لما عماد ما بيبقاش موجود في الملعب. مش موجود في الملعب. هو تاني كابتن فرقة عبد الرحمن، لكن هو عماد حمدي كابتن فرقة رقم واحد. عماد حمدي هو اللي هيكمل كابتن فرقة. هو كابتن فرقة رقم واحد. الفترة اللي جاية الإسماعيلي قادر إن هو، انتوا متخيلين انتوا بتلعبوا مكان مين؟ انت خلينا بتقعد تتفكر كده في الاسماء. انا هكلمك على الحاجات، مش هكلمك على سنين فاتت، انا بكلمك على اللي احنا، انا واحد من الناس شفتهم لما كنت اتفرج على كابتن احمد عجوز. يعني ايه ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ مارادونا لما اجي. طبعا مارادونا. هتكلم على كابتن فكر الصغير، مش ويا الكبير. الناس دي انت شايف الاسماعيليه كانت بتطلع ايه وبتجيب نجوم منين؟ انت بتتكلم في حاجات انتوا محتاجين تدوسوا على نفسكوا اكتر. احنا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله كلنا هنبقى مركزين ان نقدر نعمل اي حاجه كويسه جدا للنادي، ترجعه ان هو يبقى في مكانه كويسه في الجدول، تليق بيه وتليق باسمنا وتليق باسم النادي الاسماعيلي وباسم جماهيره، والناس الاسماعيليه ان شاء الله تبقى مبسوطه. واخدين اجازه لامتى؟ يعني هنرجع قريب ان شاء الله، يعني لسه ما تحددش يعني. لا لسه. طبعا القصه بتاع الكابتن ايهاب لخبطت الدنيا شويه. ممكن اتاخر الدنيا شويه. اتاخر الدنيا شويه؟ ممكن. دكتور مروان بالتوفيق في الطب الرياضي. علاج طبيعي. علاج طبيعي. وبالتوفيق مع النادي الاسماعيلي السنه الجايه ان شاء الله زي دلوقتي، تكون معايا وتكون عامل حاجه جامده جدا لجمهور الاسماعيليه، لان جمهور الاسماعيليه زي ما قلت لك يستحق ان انت تتعبوا عشان. اكيد اكيد ان شاء الله. وتبقى دكتور جامد جدا ان شاء الله. ان شاء الله. محمد عمار انا بشكرك. شكرا. موفق. واحد من اللعيبه الرجاله فعلا اللي في الاسماعيليه، فان شاء الله باذن الله بتوعد جمهور الاسماعيلي ان السنه الجايه تعملوا حاجه حلوه لجمهور الاسماعيلي. ان شاء الله ان شاء الله. نرجع من الاسماعيلي ان شاء الله، نرجع من الاسماعيلي لمكانته الطبيعيه ونقدر نفرحهم ان شاء الله. سلموا لي على ايادي العسقلاني. يوصل. اتكلموا فيديو كله. هو تلاقيه راجعين من بره دلوقتي. هو تلاقيه مش سايب السناب شات هو عمر دلوقتي وعمالين بيصفوا على. لا ان شاء الله موفق هو كمان في مشواره. بشكركم على حضوركم وعلى تشريفكم ليا. بشكركم. بشكر اصدقائي المشاهدين. إن شاء الله أشوفكم بكرة في حلقة جديدة من الهدف. تحياتي وتحيات فريق العمل وتصبحوا على خير.